فرصة المغرب أكبر بكرة أمام البرتغال؟ والله بص خلينا واقعيين، لو لعبوا زي ماتش اسبانيا ليهم فرصة كبيرة، ولكن انا خايف عليهم من الجزء البدني. 120 دقيقة اصابات، في لعيبة ممكن ما تلعبش بكرة موجودة، يعني نايف اجرد ما اعتقدش ان هو هيبقى موجود، في لعيبة تعبانة مجهدة، سايس ما اعرفش سايس رامون سايس هيلعب ولا مش موجود، ففي لعيبة كمان اجهدت ال 120 دقيقة وكانت اصلا اوريدي مصابة، يعني مرابط واخد حقن قبل ما يلعب وبتاع والكلام ده كله. فاتمنى ان المشكلة الجزء البدني هو اللي ما يقعش وما يفتحش الملعب قدام البرتغال. الفرق بين اسبانيا والبرتغال، اسبانيا هتلعب يعني هتلعب بنفس الطريقة، هتلعب بنفس الطريقة لو عملت ايه؟ يعني عشان تلعب كرة طويلة لقدام وتلعب الكرة التانية ده مستحيل. لكن البرتغال عندها أسلحة كتيرة، عندها كروسات تعرف تشتغل من الأطراف، تشتغل من العمق، عندهم لعيبة كويسة، راموس جايب 3 أجوان، عنده قوة كبيرة، فيليكس، برونو فرنانديز، فعنده لعيبة أوريدي موجودة كتيرة تقدر تخدم أسلوبه في عمق الملعب والأطراف. فالماتش مش سهل، انا البرتغال من اقوى الفرق الموجوده وكاسكواد كمان، وحتى اللي لسه قاعده بره ده الماتش اللي فات كانسيلو ما بيلعبش، نيفيز ما بيلعبش، كريستيانو ما بيلعبش، ومشي وكسب بنتيجه كبيره. فاتمنى من المغرب انها تقسم الماتش، ما تفتحش الماتش، هدي الدنيا، انت عندك جزء بدني وممكن تقعد لغايه 120 دقيقه. فاتمنى، وبرضه طبعا التصريح اللي قاله وليد الاجراج ان كان نفسه كريستيانو ما يلعبش، ده هو هيموت وكريستيانو يعني بالنسبه له مريح، يعني ما فيش حركه كتير، ما فيش جري كتير، ما فيش تعب كتير، ما فيش ضغط كبير عليه حتى في الضغط المدافعين والكلام ده كله. ولكن راموس شاب وجايب 3 أجوان وهيبقى قوي وهيروح وهيضغط والكلام ده كله. فاتمنى ان شاء الله المغرب يبقى ليها فرصه كبيره لو لعبت نفس السيستم، وان شاء الله ان شاء الله يقدروا يعملوا ريكفري او استشفاء بتاعهم كويس ويبقوا جاهزين للمباراه بكره.